أول تعامل ليا مع الشاعر الشاب العظيم الرائع المختلف المميز الجميل عصام شعبان في أغنية تبهو. أنا سعيدة جدا بتعاملي مع عصام لأنه مختلف، لأنه كلمته بسيطة وصادقة وسريعة الوصول للناس. فعصام أنا بعتبره من أهم الشعراء الموجودين دلوقتي في الساحة الفنية، وسعيدة جدا بتعاملي معاه. فربنا يوفقك يا عصام، بحبك أوي أوي أوي، ويلا بقى عشان نسجل الغنوة التانية إن شاء الله. يعني لطيفة لطيفة وكلامها جميل ومشجع جدا ليك، وكمان متحمسة انها تشتغل معاك تاني. يعني انا بحب لطيفة جدا جدا. هي على المستوى الشخصي بتحترم صناع العمل، تحترم الشاعر والملحن. دي من الناس القلائل يعني اللي بتدي للناس حقها. طب من لطيفة عملت اغنية جامدة لهدى، جامدة الحقيقة الاغنية، ما حدش يقدر يقول غير كده. ايه رأيك برضو قبل ما نعلق على